بالنسبه للموظفين طبعا ده شيء ايجابي جدا، لان في بعض البنود الهامه يعني مثلا تعيين الوظائف العليا او القياديه، دي بتكون بمسابقه يشرف عليها الوزير شخصيا ومن داخل في هذا التنظيم والاداره، دي حاجه محترمه. كان الاول كل مصلحه حكوميه بتعلن على الوظائف القياديه من عندها هي، فكان بيدخل فيها المحسوبيه وبعض التوصيات من خارج جميع المصالح الحكوميه. اما الان فجميع الوظائف القياديه بيشرف عليها الوزير شخصيا. الحاجه الثانيه ده القانون يتيح زي ما تقول العمل او استنباط بعض القيادات الثانيه والثالثه اللي هي تصل عن تكون قيادات اولى على الدرجه الرابعه بدرجه مدير عام. الحاجه الثالثه ان هو بيتيح ان الموظف الحكومي ياخذ اجازه بدون مرتب وفتحها، ما جالش سنه وتجدد او ست شهور وتجدد، ففتح موضوع الاجازات وده شيء محترم جدا حتى تخف عن كاهل الدوله الدرجات الماليه التي تنطبق على العاملين القادمين للمصالح الحكوميه. الحاجه الرابعه ان هو جميع العلاوات والترقيات كل واحد في ادارته، يعني انا اروح التربيه والتعليم هروح بنفس الدرجه اللي انا كنت عليها مثلا في وزاره التربيه والتعليم او في الجامعه او في التعليم العالي، اذا امتددت لاي وزاره بكون بنفس الدرجه وبنفس الترقيات وبنفس العلاوات. شايف ان قانون الخدمه المدنيه كويس و بيمنح العامل ان هو يتنجل لاي مكان على نفس درجته لو ما عجبوش الوضع في العمل اللي هو فيه. بالنسبه لقانون العمل الجديد اللائحه التنفيذيه ما فيش اي وضوح باين فيها اي حاجه، كل اللي عرفناه ان هو في زياده للمرتبات، لكن هي لا الزياده بانت في المرتب بتاع شهر 7 ولا الزياده واضحه.